حلقة جديدة من برنامج قضيتنا في قفتنا. أنا اليوم جيت لباب الفلة وكما تراو فيها ما شاء الله عامرة بالعباد وهكا تحسها فما حركية وجو. به نمشي ونعملوا دورتنا، نمشي ونشوفوا الأسوام ومن بعديك نعبي وقضيتنا إن شاء الله بالخير. وهكما معايا هاي نار ومسمار غالي الدنيا هنا رغم هذا السمر رخص لهنا راه اي انا مازلت ما بديتش دورتي بالقدايا ما حبيت نسمع الحاجه معناتها اللي تعلى في عيني حاجه نورمال بي مستحبه يا تلقى غالي وحاجه الديشي تلقى رخيصه بطبيعه الحال اي بتبيع الديشي ما تاكلش يعني فما انت اي قضيه قضيه باهيه اليوم انا ترمش شويه شويه بالكتب من ربي مروح لداري شنو شق الفتره اليوم والله المبرمج المره المبرمج انا جست ناكل وبرك تاكل وكاها اللي طيب وانت تاكل الحمد لله ونعم بالله ما تشرت لا لا جمله اي باهي شان رجال الكل كيف عايش الحمد لله كاهو برا شيء طيب باش نبداو قضايتنا انا باش نبداوها بالملصوق هاي تميم لحظه برك صحه وشي استني وين مشيت؟ هربت هربت في القفة إن شاء الله أجرك حاصل يا لي يمين أحنا أمت سيدنا محمد أجمعين يا رب هذو ما الفيل إن شاء الله أجرك حاصل إن شاء الله بنجاح توا نبدأ في خضرتنا خذينا بدينا بالملسوقة توا نمشيو نشوفوا شوية بطاطا وفلفل وطماطم ونشوفوا شنو أحوال الطماطم رخصت شي نفهم حاجه انا عم الخضار تاو كي تحطوا مثلا هكا المسكي الرطل بدينار و980 علاش تحطوا رطل ما حطوا كيلو من الاول ولا تبسطوا فيها زعما هكا كيف انا كي ريتها فرحت من الاول كلها تحط رطل خاطر هاني 4000 ما يجراها واللي يري رطل ب 2000 اللي يري رطل ب 2000 يقول لك هذاك ب 2000 يولي في عوض يا اخو كيلو ب 4000 ياسر عليه في وضع يحشم يقول اعطيني رسالة ياسر في بلد اي كيفي انا جيت نجري ريت الفلفل بل فين جيت نجري ربي يجيب القصر نبيعوا حتى بالنصر تو تتصور نبيعوا حتى بالنصر تو يجيني واحد يقول لي بالله شد هذوما وزنهم لي هاك مثال هاك والله ناخذ بخاطر ونزنهم له على خاطر العباد ما عندهاش الناس ما عندهاش ناخذ بخاطر بعضنا قطعة الرحمة ربي يبارك لك ان شاء الله شنو احوالك؟ عايش كبير لاباس عليك يرحم والديك شنو دار فيك افتاجي اليوم شغال فاتح ان شاء الله بنيتي كنكتب هاك عرفتو بالقراءه يرحم شهوه شكون هذا حياتك الله يشهوت الطفل عايش بنيت شهوه ربي يفضله ايه يفضل ما عندك عايش وخايتي كيفاش لقيت الاسوان في المارشي اليوم خايتي تهز وتحط وربي فرج علينا وكهو الزوالي ما عاد تواصل بنيت والله الزوالي بنيتي لا توصلها قداش هذوما؟ اي بار على روحك
ربي يفضلك ويخليك، عايشك ربي يفضلك يا غالي. عسلامة اخوي. يا اختي نهارك زين. شنو اخويك؟ مرحبا يا بوختي. عايشك. انت هذايا مدالينا و... وشوية طمسون. شوية طمسون. شنو تحب؟ شطار علي. شنو هذوما؟ باش نتاع صغار. يعطيه الصحة. يعطيه الصحة وبارك الله فيك. باش نتاع صغيرات ان شاء الله يوصلوا ان شاء الله بلايصتهم. يعطيه الصحة. جيب لي حوايجات للصغار نوصل ان شاء الله اللي باش نعطيه القضايا يبدا عنده صغيرات. قال لي فما اقبال توا على القوارص المدالينا و... لا والله ناقصه الخدمه اختي. ناقصه بالكدي. بورتو ما مش غاليين معناتها البرقدان. لا سوقنا مش غالي، شبعوا السنه بالمدالينا والبرقدان. البرقدان ايما عملوا الوقيت هذايا مدالينا ب 3000 تخت. توا هاي كثر فيها 15 فرنك وبعناها حتى بدينار وب 660 وكل. طمسون زاد رخيص بالكدا هاو بدينار ارتبنا فيها. الحمد لله فما الفيتامين سي موجود. هاي هاهم لي والله الحمد لله. هاي يا بابا قديش هذو ماي؟ شنو قديش؟ قديش فلوس؟ ليه؟ عسلامة. عسلامة مرحبا بكم. شنو أحوال؟ الحمد لله. قولي فاش تبيع؟ مبروك. عايشك ربي يخليك. بيع طمسون وتفاح والمدالين. بيع طمسون وتفاح ومدالين. أعطيني شوية تفاح. باهي. اليوم قضيتنا بدينا بالغلة. هاي بابا قديش هذو ماي؟ هذي مليح. هندرب. يعطيك الصحة. قولي شنو أحوال الأسوام؟ الأسوام مريقلة معقول. قديش؟ هاك 500 سلك معدن السبناخ. كان السفنارية تخدم ب 1400. 1400؟ بيع الصوم عادي تاع الفطار، الصوم عادي تاع الفطار. ماهوش غالي معناتها في المدينة. لا لا فهمت نتناول. بيه اعطيني. ايه شوي شوي. السفنارية السلق معدنوس. اي اي. هذوما لازمين للشرب لل. يعطيك الصحة. هيا بابا قداش هذو ماي؟ قداش هذو ماي؟ ميسالش حتى انتم تخدموا على رواحكم والله. ربي يفضلكم ويخليكم عايش. السنترال يضرب يشحذ رحمة بالفل على المراشيات. الأسوام هوني أقل. لا خير برشا بصراحة. والكاليتي زعما كيف كيف ولا؟ والله كيف كيف يكذبوا وغاريت حتى كاليتي باهي ما يخليكش تمس. يعطيك المقدم المخلط يكذب عليك. لأن على الأقل هاكا تو. أما غاديك يعطيك المنظر من برا ومن قدام يعطيهولك يغشك يبدا مضروب طايبة تبدا مخامجة ويحطها كل كاكا كعبة ما فيها شيء. أما قضيتك اليوم نزلت باش ناخذ شويه جلبان وخذيت تاعو طاو البطماطم هذه برا شوفها غادي كتلقى 4000 هنا قبل في 3000 ديما اقل. خذيت رطل 15%. خير من غادي. ليه خير؟ اذا نقول لك شنو شقى الفطر اليوم؟ جلبانه باش نعم.
قداش البجلة؟ جلب دينا ولا ليتو؟ ماشي مي. هاي باهي اعطيني بجل وليتو خويا. باهي توا كملنا خضرتنا وغلتنا، توا نمشيو نشوفوا اللحوم. الدجاج، اللحم، الحوت، هاكم معايا ونشوفوا منها الأسوام ونشوفوا نختاروا الحاجة الباهية وناخذوا. عسلامة أخويا، شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله عايشك. قول لي قداش الدجاج؟ 8500. الدجاجة؟ الكيلو الكيلو. الكيلو أيه. وعندك ستيك زادة؟ ستيك عندنا، سكالوب، كبدة، كل شيء. كبدة وكل شيء. باهي شوف لي دجاجة باهي. يعني جا حضرتها لك أنا كنت. هذا أنت محضرها لي. محضرها لك شيء. محضرها على بيت. خذها وقعدت كيما تجي وقعدت. قداش الدجاج هذا يا خويا؟ لا ما عندي. هذا يعطيك الصحة وبارك الله فيك. إن شاء الله أجرك حاصل عند ربي. يعطيك الصحة خويا الغالي. السلام عليكم. شنو أحوالك؟ اعطيني الاسوام قداش؟ شاي محطوط تهاك 8 23 كوستيليات، 30 الهبره، 22 المفروض، 20 الكبده بقري، 20 الوحده هذيك القلايه، 15 مرقد. ايه حاجه باهي. اعطيني شويه كتلات. قل لي كيفاش لقيت الاسوام؟ الاسوامات برسك شويه اقل من اللي كانت شويه. بدايه تيح ان شاء الله. ما اسمعني الايامات الاولى ومن بعد العباد كاتبها تفرغ والعباد تتعب والناس شاريه من قبل. هكا هو يولي تيح شويه. تيح شويه واللهفه هي اللي هي اللي تخلي الاسوام تزيد تطلع. اي لهفه. لا فهي اللي تزيد طبعا. فهمتني؟ معناتها الواحد يقضي بشويه بشويه. يقضي كل يوم واليوم كل يوم ويوم وكا وعلاش زايد راهو واحد باش ياخذ زوز كيلو ويخبي ويعمل. يقضي وباش يرتاحوا فرد المال. باش يرتاحوا هي زعما باش تخرج انت تشد الدار عاد تقضي كل يوم ويوم وكل الفلوس هذوك تخدم بهم تاخذ بهم. انا علي انا كل يوم كل يوم في المرشي انا من المرشي للمرشي. هكا لا هم بهم زاد هكا واحد يطير القلق يعدي النهار. يعدي النهار. والحمد لله ان شاء الله كل عام ونحن حيين بخير. امين يا رب العالمين. وباب فله بتاع الزوالي. قداش هذو ماي؟ يعطيك الصح. انا ريت قبيله شو زني قلت يا ما مانيش باش تراسي لنا نتعاركوا باش يزني وباش نخلص. ما شاء الله ان شاء الله ربي يبارك لك خويا الغالي. عايشك عايشك ربي يفضلك. ربي فضلك ويخليك. باهي انت عطيتني هذوما للاجر اما انا باش نقضي من عندك زاده بالفلوس باش نقسموا الاجر مع بعض. باهي هكا حلو. باهي اعطيني شويه شوربه اعطيني حمص اعطيني 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 اللي تحب انت. هات شنو باش طيب اللي مشى قال فاتح؟ والله ما نعرف انا نقضي والكنه الطيب. الكنه ربي يفضلها ويخليها الكنه. عايش عايش. قولي كيف لقيت الاسوام اليوم؟ هاك شويه شويه باهي مش خايف. الخضره شويه طالعه وكا هو. الحمد لله الحمد لله. مسحب. مسحب. ربي كتب لنا الخير. امين. جيب قسم رمضان ماهوش لا الحمد لله في نعمه احنا الحمد لله. اما نبكوا على فلسطين بالله العظيم تغيظنيش. تغيظني تغيظني يا سيدي ما شاء الله.
ضل نصلي ونبكي عليهم والله. نحن على القليله لاقين هنا نقف معاهم. الحمد لله عنا النعمه خيرات احنا ما هما والله يبكوا والله العظيم. قد ما نصلي يقول يا رب اعطيهم انصرهم انصرهم يا رب اعطيهم النصر بالبيت القدس وفلسطين بجهه القرى مستعمرين. احنا واحد يعمل عركه ياكل على راسه بالله العظيم. احنا بالله يا رب خشي يقتلوا فيها مكيكة والله لا نجمت والله. يا رب ينصرهم يا رب ينصرهم يا رب ينصرهم يا رب. امين يا رب العالمين يا رب. نحن عنا كان دعاء يا القدس وفلسطين والله هذاك اللي نقدروا عليه ودموع ربي ان شاء الله ينصرهم ان شاء الله. ان شاء الله ربي ينصرهم يا رب. لكم ساعة شنو الأجواء شنو الموضوع تنقول لك شنو؟ أنا وقفت رمضة. شنو باش تقضي؟ قضيت وكملت. على الغلاه؟ نقضي في قضية وبعد كنعطيها لزوالي. إن شاء الله ربي يديم علينا ويعطيو للعباد ونعطيو الخير للناس الكل. أمين يا رب. إن شاء الله وربي يبقى عليكم الستر تلقاوهم في ميزانة حسناتكم. إن شاء الله اللي يعمل الخير يلقاه ويعمل الشر يتلقاه. توا كملت خرجت من سوق باب الفلا نلقى سيد المعتمد يعمل في الدوره زاد هو ويراقب في الاسعار وقايم بالواجب نتاعو. حاجه باهيه هو سيد رئيس المنطقه يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم. عسلامه ليل. سلمك على شميمه الغالي. شنو احوالك؟ الحمد لله. قولي انت تبيع في السكان لهنايا؟ اي نبيعي عندي اكثر من 5 سنين نبيعني. هوني في باب الفل. أي. قولي تخدم على عائلة أنت؟ نخدم على عائلة. عندك برشا صغيرات؟ عندي زوز وليدات وعندي أمي وأختي وخويا، عندي زوز عائلات معناها. أنت تخدم عليهم الكل؟ أنا نخدم عليهم، خاطر من بدات كي توفيت، قعدت لي أختي ما مريضة وعندي خويا وعندي زوز أخوات أخرين عزاب في دار، وأنا كاري. ربي إن شاء الله يعطيك القوة إن شاء الله. يعيشك. أنا برنامج قضيتنا في قوفتنا نتشرفوا بيك ونتمنىك ديما نتفرج فيك كله محلاها ونتمنى قلت يا ربي تعرضني ما غير حتى ما تعطي المهم الراه وربي استجاب لك يا سيدي قسمت بالله حتى في نظري قلوا يا رب أمان ولي زعما تعرضني الراه زعما تعرضني راني نحبها مش بيبة وزينة وحلوة ومصة مش في وجهك ما تنفقش يعرفوني كارتوس تعرفني شو. أنا بعد ما قضيت قضيت اليوم أهل الخير اللي هنا في باب الفلة يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم وعطونا برشا خير زادا هما دلوني عليك وربي يخليك وربي يفضلهم قضيت اليوم كتبت لك اللي كنت يا ليلى وربي يفضلهم وربي يخليك انت وخليهم هما واللي يعمل لي هذا والله اللي يعمل لي صحيح وفما عبيد عطوني شوية فليسات خليني نعطيهم لك زادا هذوما هما هذوما الفليسات وهذيك قضيتك وإن شاء الله تاكلها بالصحة وربي يخليك وربي يعطيك الوقت عايش. الطيب عايش. ولهنا توفى حلقتنا مشاهدينا الحمد لله قضيتنا وصلت لبلايستها وسنونا إن شاء الله غدوة على نفس الموعد وما بقى لي كمش أقول لكم إلى اللقاء وشهية طيبة.